رجعنا من التواصل من جديد مع كل المشاهدين في كل مكان في ساعتنا الثانية من صباح الشروق. وفي الساعة الثانية دائما نحن بنحاول نسلط الضوء على أهم الأخبار على موقع شروق نت، ونحلل أهم الأخبار مع المحلل السياسي والكاتب الصحفي الأستاذ إمام محمد إمام. أهلا بك أستاذ إمام، صباح الخير عليك وجمعة مبارك. عليكم السلام وصباح الخيرات لكما ولمشاهديكما داخل السودان وخارجه. أهلا بك. بداية بهذا الخبر، حمدوك يصدر قرارات بإحفاء وتعيين مديرين للجامعات. نعم، أصدر الرئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك يوم الخميس قرارات بإحفاء مديري الجامعات من مناصبهم بجانب إحفاء نواب مديري الجامعات، بينما أصدر حمدوك قرارا قضى بتعيين مديرين جدد للجامعات السودانية بجانب إحفاء رؤساء المجالس للجامعات. ومن أبرز مديري الجامعات الذين تم إعفائهم الخرطوم والنيلين والسودان للعلوم والتكنولوجيا وأم درمان الإسلامية القرآن الكريم بختر الرضا وأدي النيل والزعيم الأزهري والإمام الهادي المهدي والجزيرة وجامعة بحري القدار في كسلة وجامعة البحر الأحمر. وشمل قرار تعيين مديرين للجامعات الجدد كل من بروفيسور فدوى عبد الرحمن طه الخرطوم، بروفيسور الحسن المثنى عمر الفاروق من درمان الإسلامية، بروفيسور عوض سعد محمد السودان علوم التكنولوجيا، بروفيسور محمد طه يوسف الأمين الجزيرة، بروفيسور عمر السيد عباس القرآن الكريم، بروفيسور محمد الأمين أحمد النيلين، بروفيسور وليد محمد الأمين الزعيم الأسري، بروفيسور منى إبراهيم عبد الله محمد بختر رضا، بروفيسور بابكر محمد محجوب جامعة بحر. ووجهت قرارات رئيس مجلس الوزراء كل من وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ. أستاذ إمام، تحليلك على هذا الخبر، يعني هذا القرار لأي مدى؟ هذا الخبر ينبغي أن نلحظ أن أمر مهم جدا في التعامل مع الاستقالات والإعفاءات، لأنه one of the conceptualization يعني ماهية الإعفاء وماهية الاستقالة لكل لهم معاني. وكما تعلمان الكلمات هي أوعية المعاني. نحن يعني علمنا قبل أكثر من أسبوع أن مديري الجامعات الحكومية السودانية اجتمعوا وتقدموا باستقالاتهم إلى وزيرة التعليم العالي البروفيسور انتصار الزين صغيرون. كان ينبغي كجزء من التغيير الذي ننشده فيما يتعلق بثقافة الإعفاء وثقافة الاستقالة أن ينص في هذا التعيين أن وزيرة التعليم العالي قبلت استقالة هؤلاء المديرين، ومن ثم تم تعيين من يخلفهم في هذه المناصب. هذه فزلك اللغوية مهمة جدا فيما يتعلق بمواعين الثقافة والتثقيف الجديد، يعني لابد من أن تكون هنالك مساقفة جديدة في التعامل مع هذا الأمر، يعني ما ليس بالضرورة باي ديفولت شخص غير طوالي عفي، لا، شخص قدم استقالته قبلت الاستقالة أتوا بمن يخلفه، لأنه هذه سنة الحياة وسنة التغيير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، على الرغم من أن هذا التعيين أتى بأناس كانوا بعيدين من هذه المؤسسات، يعني عدد قليل منهم، لكن المأمول أن ينخرطوا في البيئة الجامعية التي قد يكونوا النأي عنها، ابتعدوا قليلا عن دهاليسها. الكل المأمول أن يعمل هؤلاء المديرون الجدد على تهيئة المناخ الملائم لبدء الدراسة الجامعية في الجامعات الحكومية التي تأخرت كثيرا، ربما بعضت مستقبل كثير من الطلاب فيما يتعلق بسنين دراستهم. نعم. طيب، نقف في الجزئية دي، هذا الإحلال والإبدال الذي تم من خلال هذا القرار، ما المطلوب غير استئناف المناخ الدراسي؟ مطلوب من مديري هذه الجامعات يعني؟ مطلوب من مديري هذه الجامعات إلى جانب تهيئة المناخ العام لاستقبال الطلاب على مستوياتهم المختلفة، لا سيما الطلاب الجدد
الذين تعتبر هذه السنة سنة جامعية جديدة بالنسبة لهم، يعني دخلوا مضمار السلم الأكاديمي، فعليه لابد أن تهيئ لهم كل الظروف الملائمة لأداء واجباتهم الأكاديمية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني على أن هذه الجامعات أيضا أن تعمل جاهدة على ترقية الأداء والعمل على تحسين كثير من مرافق هذه المؤسسات التي يعني شابه كثير من التخريب والتدمير في الفترات الماضية. ثالثا أيضا لابد من raise the morale of the lecturers والprofessors، يعني من ليس بالمال فقط، لكن بتهيئة مناخية مناسبة لأساتذة الجامعات، نستطيع أن نحصل على مستوى راق أكاديميا وتعليميا وتربويا. كل هذه المحصلة تجتمع إذا كان الأستاذ في جو مناسب وفي مناخ مناسب. جميل. وأذكر هنا مقولة شهيرة في مطلع سبعينات القرن الماضي لأستاذي العلامة البروفيسور الراحل عبد الله الطيب. نعم. قال هذه في هذه المقولة: الجامعة طالب وأستاذ وكتاب. بمعنى أن هذا المثلث المتساوي الأضلاع لابد أن يعنى به عناية خاصة من قبل المديرين. جميل. الذين تم تعيينهم بالأمس. نعم. طيب.